السلام عليكم استاذ حسين. شلونك استاذ حبيبي؟ معاك الكابتن نعيم صدام وأشر حالتين في مباراة واحدة تونس فرنسا. تحية لك وتحية للخفيف الظل كابتن أبو جنات. تحياتي لك جميع المشاهدين. كابتن لؤي حالتين عندك كابتن. حالتين عندك استاذ لؤي. نعم استاذ، بالنسبة لل يعني للدقيقة 5 الهدف الملغي، نعم كان هنالك يعني قدم المنافس اقرب الى مرمى اقرب الى مرمى المنافس الاخر، وتداخل في اللعب، وكان الالغاء يعني في قرار تسلل بحيث ما ادل الرجوع الى لؤي. يمكن لؤي يمكن المكسيك سجله والهدف الثالث، وما راح اعفيك من سؤال على مود المفاضله على راسي. نعم استفاد منك كثيرا. المكسيك صاروا 3 يمكن هيك راح يروحون هم والارجنتين، وبكل اسف راح يغادر المنتخب السعودي. اذا هدف ملغي صحيح في الدقيقه 8 اعتقد. نعم. حجي لؤي. نعم استاذ، بدايه المباراه ودقيقه نعم 90+5. نعم 90+5 الهدف الملغي لفرنسا. لغه الحكام 90+5. نعم استاذ لؤي. نعم كان هنالك يعني عاقه للمنافس. عذرا يمكن اكو خطا من الانترنت او من التبليغ. المكسيك لم تسجل يعني على ما يبدو لي. لا. نعيم زودني بهاي المعلومه. عموما النتيجه انا راح نشاهدها. الغي الهدف، تم التسجيل والغي. ارجع لك للحاله الثانيه في مباراه فرنسا. كان هنالك دفع للمدافع. نعم. يعني من قبل المهاجم. نعم. وبالدليل وبالنهايه يعني كان الهدف غير محتسب، كان هنالك دفع. نعم انا دا اشاهد. نعم. يعني لقطات من بعيد ولكن من المباراه الاخرى. اعود لك للهدف. نعم. الهدف الملغي في المباراه الاولى بين تونس وفرنسا. نعم الهدف في دقيقه 90+5. نعم. كان هنالك حاله دفع فأثر على قدرة المدافع في لعب الكرة أو لعبها بالرأس، فكان غير مسيطر يعني على الحالة بصورة صحيحة، وراحت إلى المنافس الآخر اللي سجل مباشرة في مرمى تونس ثم أدى إلى الإلغاء بعد الرجوع للفار والحكم إلغاء بإشارة واضحة. نعم أستاذ لؤي، هذني الهدفين واضحات. خليني أستثمر وجودك. يعني انا طبعا هذا ليس يعني هو ليس في من مجمع يعني في من ثوابت وفقرات قانون كرة القدم، ولكن في المفاضلة بين المنتخبات الآن هو وضع معقد. من سيتأهل، هولندا ام المكسيك؟ كلاهما بأربعة نقاط، كلاهما له 3 وعليه 3 العودة الى المواجهة المباشرة متعادلين. نعيم زودني بمعلومة انه يتم العودة الى من نال يعني بطاقات اقل. بطاقات. نعم انا اضم صوتي ويا ابو جنات. يعني من توصل الى حدود منتهيه وحالات ملتهبه فيرجع يكون الفصل على البطاقات. يعني زين المكسيك معروفه باللعب يعني الخشن، بالتاكيد ربما ستميل الى الرشاقه البولنديه. نعم لان هم كانوا يعني حضورهم اقل باخذ البطاقات الملونه. نعم أنا أشكرك جداً أستاذ لؤي وأشكر تواصلك.